اليوم الخميس 18 كانون 2 يناير اليوم 104 على العدوان الوحشي الهمجي البربري جرائم يندى لها جبين البشرية. اليوم وقفة برمزيات عالية هنا الجالية الفلسطينية والجالية العربية وأحرار ألمانيا يقفون أمام مكتب المستشار الألماني شولز في الجو البارد، درجة الحرارة تحت الصفر، الثلوج تكسو الأرض، لا يعبه لكل هذا ليرسلوا رسالة سياسية مباشرة واضحة للعالم إلى ألمانيا برأسها في القرار السياسي. موقف ألمانيا منعزل أمام العالم يغطي الجرائم، يغطي دولة الاحتلال، يغطي الوحشية. التقارير مدعومة من كل منظمات المجتمع الدولي، التقارير الإجرام مدعومة من كل مكاتب الأمم المتحدة. هذا الموقف غير مقبول، مرفوض، مستنكر. وهذه الجماهير التي تلتحم مع المئات الألوف التي جابت شوارع برلين طوال 100 يوم لتقول كفى للعدوان، لتقول كفى للجرائم، لكي تقول كفى للاحتلال، ولن تتوقف هذه الجماهير كما هي الجماهير في كل العواصم والحواضر الأوروبية. السبت القادم 20 يناير كانون ثاني سيكون مشهود غير مسبوق في كل تاريخ أوروبا، نصرة للحق الفلسطيني، نصرة للمظلمة الفلسطينية، نصرة لكل الدماء التي سالت من شعبنا الأبي في قطاع غزة، للحق الفلسطيني. في إسبانيا وحدها 88 مدينة ستكون في حالة تظاهر كما هو الحال في أكثر من 30 مدينة. هنا في ألمانيا لن تتوقف الجماهير، لن تتوقف حتى يتوقف العدوان، حتى تدخل المساعدات دون قيد أو شرط، حتى يرفع الحصار، وحتى يندحر الاحتلال. هذا واجب علينا، هذا الحد الأدنى الذي نستطيعه أمام التضحيات العظيمة لشهدائنا وجرحانا وكل الآلام التي تعتصر قلوب أهلنا في قطاع غزة. والسلام عليكم ورحمة الله.